بعرف انه بيسمنوا يجوا لهون، بس شو بدي اعمل بقبل خالتي؟ مع عبده مربطني في البيت. هيديك الجمعه كان فضحني قدام امي. طب شو قصته قبل خالتك؟ ما بحب البنات يعني؟ يا اخي بحب البنات، بس عنده الدرس ابدا من كل شيء. ما جربت تاخده وتسهره وتعرفوا على بنات؟ اخذته معي على احسن سوبر نايت كلاب بالبلد، وكان معنا جروب من احلى بنات الجامعه. ايه اول ما وصلنا طلبنا كله شيء ويسكي، شيء فودكا، شيء جن، شيء. ما تقلي طلب عصير. يا ريت. طلب كاس عرق وبلدي مع راس بندوره وبلدي. هاته سلبي. عطلي. بس ليك هو قلبه طيب ودريس، بس عامل علي نطور. ما كله الحق امي، هي اللي وكلته فيي. ابن خالتك دواه عندي. ما تتعب. انا عم بقول لك دواه عندي، وياما مداويين ناس بهالدواء وحلته وانا اضرب من حالته. كيف؟ الدواء اسمه صوفي. امرأة بكل معنى الكلمة. جمال، جسم، طول، شفاف، إثارة، شغلتها وعملتها توقع أكبر الرجال. وليه؟ بتكلف كتير؟ مش مشكلة السعر، المهم يتفتح ابن خالتك شوي. مش لا ابن خالتي، لإلي أنا بتكلف كتير؟ يحرق رفك شو نسوانجي. شو رأيك؟ حسب ما وصفتها شي كتير حلو، وأصلاً بعد يومين عيد ميلاده. عال، منجيب له صوفي كادو. يعني بشو جايين نجربكم؟ ونعمل له حفلة هون، ونعزم كل رفقاتنا، ومنجيب له فرقة موسيقية. بس بتصير تكلف كثير هيك. ما تخاف، كل التكاليف علي، انا بحب اتسلى بهيك مواقف. الله يتحنن. معك مصاري مش عارف وين بدك تحطهم. شو من باشر بالحجز؟ حجز؟ ايه، ما صوفي على القليله بدك تحجزها قبل بيومين. ايه حجوز، بس مطارح تكون منيحه. ايه اذا بدك منروح لعندها هلا على المكتب. ليه عندها مكتب؟ معلوم، مكتب وسكرتير وموظفين. طيب انا طالع غير ثيابي ومنروح لعندها هلا. لقمه بس. معقول يكون ابن خالتك؟ بكير ليرجع من الجامعة. أهلين بالمعلم أنيس. أهلين، كيف حالك؟ الحمد لله ماشي الحال. ماشي الحال؟ هتفهمنيش غلط، بس عنشوف إذا بدكم شي عايزين شي. ممنونينك معلم أنيس. أنت ماشي حالك؟ ماشي. وابن خالتك وينو؟ شحوه. كيفك منيح؟ ماشي الحال. دخلك ما كانش حاطط عوينات. معلم انيس هيدا مش ابن خالتي، هيدا جرار رفيق من الجامعه. جرار والنعم. وابن خالتك وينه؟ كحته؟ لا بعد، يحو بالجامعه. طيب بس عنشوف اذا بدكم شيء عايزين شيء، يلا بخاطركم. عود معلم انيس. يلا. وي قعده. ايش في شيء جديد؟ روى الاخبار عندك؟ بلا طول سيري. أنا صحيح جاي يشقر عليكم وشوفكم إذا بدكم شيء، بس بالحقيقة أنا إلي غرض تاني عندكم. بس معلم أنيس بعد ما صار آخر الشهر. لا أتفهمنيش غلط، وبس أنا قصدك بخدمة إلك أنت بالذات. أنا؟ بأمر عيونك أنت بس أمور معلم أنيس. إذا بدكم أنا بطلع لفوق لتاخدوا راحتكم. بيكون أحسن. لا 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 خليك، جرار صار منا وفينا معلم أنيس. لا أنتك خليك، ما كلنا شباب ببعضنا. ايه خير ان شاء الله. بلا طول سيري، اذا بفيد عنكم شيء اتوفرنيش. ها اتعملش حالك مش فاهم. انا مستعد نزل اجار الفي لل $125 بالشهر. ايش قلت؟ يا معلم انيس، والله منك هين. ايش قلت؟ انه بلا لف ودوران. ايش قلت؟ يعني ليه لا؟ انه اتفقنا. اتفقنا. قال يلا الله يوفق الجميع. اي متى بتحب ان نمضي الكونترا؟ الكونترا؟ ايش لكن؟ خلي الحقوق محفوظة. ايش فكرك يعني ننزل اجار الفيه هيك؟ لله بالله.